هو كان يحتاج راس حربة ثاني يجري في المساحات ويعمل الضغط العالي، فبالتالي غير. لما نشوف احنا رتم عمان بعد هذا التغيير كيف كان، كيف احنا بدينا شوية نرجع في جو المباراة بشكل ايجابي جدا، هذا يوريك قيمة المدرب المنتخب. مدرب كسر قاعدة لاعب نادي، انا في وجهة نظري على الاقل كنا نسمع يا اخي هذا لاعب نادي، هذا ما يجي المنتخب، هذا اللاعب يلعب في النادي احسن ما يلعب في المنتخب. اختار مجموعة وطلع اعلى ما عندهم، قدموا، لم يستطع أحد يقول لك لا والله هذا ما قدم، هذا لاعب نادي مو لاعب منتخب. وفي كل محطة يرينا أن باب المنتخب مفتوح للأفضل، مفتوح لصاحب العطاء، عاد هتان، خالد الغنام، أكثر من لاعب عادوا للمنتخب نظير عين هذا المدرب التي تتابع أغلب المباريات هو وفريق عمله. فبالتالي الحمد لله أنت اليوم طلعت بالأهم وهي 3 نقاط، وصلت بأنه يكون بينك وبين الثالث 6 نقاط، وهو هذا الأهم، لأنك أنت تبغى تتأهل، تأهل أول تأهل ثاني مو مهم، الأهم أنك أنت تتأهل، وهذا اللي بالفعل منتخبنا قاعد يشتغل عليه. نعم اليوم افتقدنا حقيقة، احنا عادة أنا ما أحب المقارنة صراحة بين اللاعبين، ولكن أنا بالنسبة لي سلمان الفرج لاعب يقارن بكل ما مر من أجيال، لاعب مختلف، فيلسوف العصر الحديث، أنا بالنسبة لي لاعب يعطيك لا معقول. نعم افتقد المنتخب اليوم، افتقد قيادته، افتقد الزيادة اللي يسويها فنيا، الفكر الفني في الملعب افتقدناه من سلمان، ولكن لأنك تملك مدرب ولاعبين مقاتلين يهمهم اسم بلدهم، شفنا الروح القتالية اليوم موجودة في الملعب. شكرا لهم، شكرا لهذا هذه الروح العالية، شكرا للجمهور اللي حضر صراحة في جدة. 3 نقاط مهمة، أعتقد أنه درس قاسي حيحضرنا لليابان.